منذ اللحظة الأولى للثورة في السودان، مصر أعلنت احترامها لاختيارات الشعب السوداني، وأعلنت استعدادها لتقديم العون للحفاظ على السودان، على مؤسسات السودان، وهو ما تعيد مصر تجديد تمسكها به في كافة المواقف والمناسبات. دعت مصر المجلس العسكري السوداني والمتظاهرين بالعمل للتوصل لحل يمنع السودان من الانزلاق لفوضى. استضافت مصر لقاء قمة في 22 إبريل الماضي للشركاء الإقليميين للسودان في محاولة منها للوقوف إلى جوار البلد العربي الشقيق السودان. حول الشأن السوداني وتطورات الأوضاع ينضم إلينا في الاستوديو للمزيد من التوضيح والفهم سعادة السفير الدكتور صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك بالسادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أبدأ مع حضرتك بالموقف في السودان، رؤية حضرتك في الفصل. كنت بتقولي أنا قعدت في السودان يعني فترة طويلة، سنين تزيد عن 8 أو 9 سنين. الأوضاع الحالية في السودان بتتابعها إزاي؟ يعني قبل ما نتكلم عن الاوضاع الحاليه في السودان، اعتقد لابد يبقى في اشاره كده لما سبق هذه الاوضاع في الفتره التي كان فيها الرئيس البشير في السلطه. واقع الامر ان في سنه 89 حدث انقلاب عسكري، وكان هذا الانقلاب يعني ذو توجه اسلامي في اطار الحركه الاسلاميه. كان من جراء هذه السياسه وهذا التوجه على مدى ما يقرب من 30 عام يعني كوارث بالنسبة للسودان، سواء في علاقته مع العالم الخارجي، سواء فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية. على سبيل المثال، في العالم الخارجي كان هناك المحكمة الجنائية الدولية، كان هناك مديونية للسودان بلغت حوالي 60-70 مليار دولار، كان هناك عقوبات اقتصادية فرضت عليه وما زالت تداعياتها حتى الآن بعد ما تم رفعها، إدراج السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، فهذا فضلا عن انفصال جنوب السودان، ثم حرب أهلية في مناطق عديدة، جنوب كردفان، نيل الأزرق، دارفور، شرق السودان. هذا على المستوى الخارجي. ده بالإضافة إلى توتر في العلاقات بين السودان ودينا وبين دول الجوار، ثم دخول السودان في محور إيران، تركيا، قطر، وما تلا ذلك من يعني زعزعة واستقرار أو محاولات زعزعة واستقرار في المنطقة، وخاصة في منطقة البحر الأحمر. أما على المستوى الداخلي، كان هناك أزمة سياسية قوية بسبب أنه نظام حزب الواحد، نظام ديكتاتوري، رغم أنه يسمح بتعدد الأحزاب، لكن هذا السماح لم يكن على أرض الواقع. هناك أيضا يعني لا يتمتع فيها الشعب بالحرية، أجهزة الإعلام لا تتمتع بحرية، الحقوق المدنية وحقوق الإنسان كانت أيضا موضع انتهاك كثير، على النحو الذي كانت ملف حقوق الإنسان مطروح في جنيف على مائدة المباحثات التي تجري، وكان هناك باستمرار إدانات لهذا النظام. على المستوى الاقتصادي طبعا كان هناك تدهور في الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير جدا، خاصة بعد انفصال جنوب السودان وضياع جزء كبير من إيرادات البترول التي تدخل في ميزانية السودان والدخل القومي للسودان في بعد الانفصال. كل هذه الأمور أدت إلى الأحداث الحالية. صحيح كان هناك إرهاصات حدثت قبل ذلك في عام 2013، وكان هناك صدام ما بين النظام وبين المحتجين والمتظاهرين، ثم تكررت مؤخرا في هذا العام. حضرتك في تقديرك شايف أنه سواء المجلس العسكري أو المتظاهرين لديهم رغبة في التوصل لحلول وسط، وإذا كانت الرغبة موجودة لديهم هذه القدرة في التوصل لحل وسط؟ المعادلة السياسية في السودان ما بين جانبين، قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري. فيما يتعلق بقوى الحرية والتغيير، مكوناتها هي تجمع المهنيين السودانيين، نداء السودان، تجمع نداء السودان. ونشير هنا إلى أن فيه داخل نداء السودان أحزاب سياسية أبرزها حزب الأمة، وأيضا الحركات المسلحة، ودي نقطة في غاية الأهمية. الحركات المسلحة اللي كانت في دارفور، وكانت في جنوب كردفان، وفي النيل الأزرق. ده بجانب تجمع الاتحاد الديمقراطي ومنظمات غير حكومية، ده طرف. الطرف الآخر هي المجلس العسكري. للأسف الشديد المجلس العسكري ما زال في مكوناته عناصر ورموز من النظام القديم، وهذا يعني يشكل
أحد العقبات الرئيسية في توصل الطرفين إلى اتفاق. أحد العقبات الرئيسية أيضا التي تؤدي لتوصل عدم التوصل إلى اتفاق أن هناك أحد حزبين سياسيين كانوا في السلطة وهما حزب المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني وهم ينتميان إلى الحركة الإسلامية. ما زالت هذه الأحزاب وفي ظل النظام القديم تتحكم وتتواجد بشكل ذو نفوذ قوي في مفاصل الدولة. التقارب ما بين الجانبين يكتنف هذه الصعوبات، لكن الشارع، المحتجين، قوى الحرية والتغيير بتصر على أن يكون هناك مبادئ معينة أو نقاط معينة لابد من تحقيقها أو أهداف معينة. الأهداف المعينة هم أربعة أهداف: مجلس سيادي، معنى كذا السلطة والسيادة تكون مدنية. النقطة الثانية حكومة انتقالية مدنية. المبدأ الثالث مجلس تشريعي ثم فترة انتقال لمدة 4 سنوات. هذه المطالب تصر عليها قوى الحرية والتغيير ومدعومة من الشعب لأنها تمثل كافة أطياف الشعب بما فيها الحركات المسلحة. في نفس الوقت هناك تأييد من المجتمع الدولي تقريبا بدون استثناء إلا حالة واحدة لمطالب الجماهير والاعتراف بضرورة أن يكون هناك مجلس سيادي أو الأهداف بصفة عامة التي ترفعها قوى الحرية والتغيير. الدولة الوحيدة التي خرجت عن هذا الإطار هي روسيا للأسف الشديد لأنها اعترفت بسلطة المجلس العسكري. المغزى الحقيقي لهذا الاعتراف للأسف الشديد ويجب أن نلاحظه لأنه تكرر في سوريا إمكانية أن تتدخل روسيا في السودان. إمكانية هذا أمر تدخل هذا روسيا أمر في السودان يجب أن نضعه في اعتبار لأنها اعترفت بسيادة المجلس العسكري. اعتراف مجلس إذا المجلس العسكري طلب هذا التدخل ممكن أن تستجيب روسيا. إذا لابد أن يكون هناك تفهم لدور قوى الحرية والتغيير باعتبار أنها تمثل الشعب. موقف الاتحاد الأفريقي موقف حاسم وحازم ومصر ترأس الاتحاد الأفريقي. وبالتالي الاتحاد الأفريقي يرى أنه ما حدث في السودان من ناحية القانونية هو انقلاب عسكري بهذا المفهوم. طيب ما الموقف المصري؟ الوضع أصبح غير دستوري. الموقف المصري سعادة السفير يعني تحدثنا عنه في المقدمة سريعا، ثابت واحترم اختيارات الشعب السوداني وفي نفس الوقت أكد على ضرورة الحفاظ على السودان، على مؤسسات هذا البلد، على شعب السودان أيضا. قرأت الموقف المصري زي. الموقف المصري أنا أراه في الحقيقة موقف متزن ومتعقل ويؤيد مطالب الشعب السوداني، بيؤيد يعني ضرورة أن يكون هناك حوار ما بين الجانبين والتوصل إلى توافق بينهما تجنبا لأي صدام وأي فوضى قد تحدث، تجنبا أيضا لأن تظهر قوى سياسية من النظام القديم وتتولى أمور وشؤون الدولة. نحن لابد نضع في اعتبارنا أن ما يجري في السودان سينتهي بتغيير وضرورة تغيير التوجهات السياسية للنظام القادم وتختلف عن التوجهات السياسية للنظام السابق. طيب 22 إبريل كانت مصر تستضيف القوى الإقليمية للسودان، بحثت الأوضاع وقدمت الدعم الإقليمي للبلد الشقيق. هل ده يعني كان له وقع على الأحداث في السودان؟ يعني هذا التحرك على الأرض يعني ماذا يعني؟ التحرك على الأرض كان يهدف في تقديري إلى إتاحة الفرصة أمام طرفي المعادلة في السودان إلى مزيد من التفاوض وإظهار قدر كبير من التنازلات والمرونة للتوصل إلى اتفاق، لأن الاتحاد الأفريقي آنذاك قد حدد مهلة 15 يوماً لأن يسلم المجلس العسكري السلطة إلى سلطة مدنية. وهذا الأمر كان يبدو من الصعوبة بمكان في تلك الفترة الوجيزة أن يتم ذلك. إتاحة الفرصة لطرفي المعادلة السودانية كان الهدف منه هو أن يكون هناك توافق يحدث في هذه الفترة بين الجانبين وأن يكون المفاوضات تسير في جو هادئ وجو يراعي المصالح العامة للسودان ومستقبل وأوضاع السودان. الدور الذي يجب أن يقوم به شركاء وجيران السودان يعني بصورة عامة ومصر بصورة خاصة؟ يعني أنا أعتقد أن لابد أن يكون هناك دعم وتأييد
لمطالب قوى الحرية والتغيير، وأن يتفهم المجلس العسكري بأن هذه المطالب مطالب مشروعة، وأنه يجب أن يكون هناك وثيقة دستورية أو إعلان دستوري يحكم أطر العلاقة بين الجانبين، وعلى النحو الذي يؤكد أن السلطة مدنية وأن الحكومة الانتقالية مدنية، وأن هناك وأن يتم بمجلس إنشاء مجلس تشريعي ويمكن الاتفاق على الفترة الانتقالية. أعتقد أيضا أن المجلس العسكري من الأهمية بمكان أن يكون ضمن تشكيل السلطة المتفق عليها، وأن يكون الغلبة في تقدير الشخصي للجانب المدني، وكهناك اقتراح بإنشاء مجلس أمني قومي للدفاع يتكون من العسكريين ويرأسه رئيس المجلس العسكري الانتقالي. أعتقد هذه هي السلطة العسكرية التي دورها هي الدفاع والأمن. أما فيما يتعلق بالجوانب الأخرى، تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية، أعتقد ليس هناك مشاكل تتعلق بشأنها، وكذلك المجلس التشريعي، وكل هذا يتم يجب أن يتم في إطار وثيقة دستورية. أعتقد هو هذا هو ما يجب أن تتفق عليه، أو هذا ما يمكن أن يقال، أن المجتمع المدني ومصر في نفس هذا الاتجاه. لابد أن نأخذ في اعتبارنا أن هناك قوى إقليمية تحاول أن تعيد الساعة إلى الوراء، وبشكل محدد وصريح. بمعنى أن بشكل محدد وصريح أن هناك محور إيران وتركيا وقطر، مخططات للقفز على السلطة، يدعمون النظام السابق بشكل يعني كبير جدا، وبالتالي هناك يرون أن هناك خسارة جسيمة من أن تكون السودان في اتجاه آخر، في توجهات أخرى. ولذلك نجد أن يعني ما يصدر من قطر وتركيا في هذا الشأن يؤكد حجم الخسارة التي يرونها قادمة بالنسبة في استغلال يا فندم للأوضاع الحالية في السودان من جماعة الإخوان من المتحالفين معها للتواجد في الصورة في المقدمة في السلطة. يعني ما دي أحد الأخطار اللي أشرت إليها، وقلت لحضرتك إن إزاي ممكن يتم إفشال هذه المخططات. النظام السابق يعني كان نظام إخواني تقريبا، أو في ذو توجه إسلامي في إطار الحركة الإسلامية، والحزبين الرئيسيين كانوا حزب المؤتمر الشعبي وحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وأعتقد أن يعني قوى الحرية والتغيير ذات توجهات أخرى. إذا كان ذكرت وأشرت أن ما تنتهي إليه الأوضاع في السودان هي ستأتي بنظام جديد يختلف في توجهاته عن النظام السابق، ويختلف في توجهاته أن الدور القطري والتركي والإيراني الذي كان موجودا في السودان من قبل وتم وقفه لأسباب أخرى، أعتقد أن هذا الدور سيضمحل وسيتراجع، رغم أن قطر يعني استثمرت في السودان مليارات الدولارات، وهي بالنسبة لها خسارة كبيرة جدا. ولذلك أي تحرك سيكون من خلال رموز النظام السابق ورموز المؤتمر الشعبي، خاصة وهناك نقطة في غاية الأهمية، أن العناصر الإسلامية كانت متغلغلة في القوات المسلحة أيضا وفي جميع أفرع أو المنظمات. حضرتك من متابعتك للصورة في السودان شايف أنه يعني هناك من يقف في الميدان ولا يمتلك مطالب حقيقية، يمكن ده داعي لتصور أن هناك من يحركهم؟ يعني حضرتك المجلس العسكري نفسه بيتكلم، يعني كان في استبعاد للحزب المؤتمر الوطني وحزب المؤتمر الشعبي، هذا ما كان متفق عليه، لكن هذان الحزبان وأحزاب أخرى ربما تميل إلى هذا التوجه تعمل على أن تتواجد في داخل المسرح السياسي على النحو الذي يحظى بدعم أيضا من بعض العناصر الموجودة في المجلس العسكري ذو التوجهات الإسلامية. تصورك ايه يا فندم للفتره القادمه في الاحداث الحاليه، ايه اللي ممكن يحصل، ايه السيناريو اللي ممكن يطبق على الارض؟ يعني انا ارجح دائما ان السيناريو سيكون لصالح قوى الحريه والتغيير بحكم الاوضاع الداخليه والضغوط الداخليه اولا، ثم بحكم ضغوط المجتمع الدولي. كما ذكرت حضرتك ان كافه القوى الاقليميه والدوليه بما في ذلك المنظمات الاقليميه والدوليه تميل لدعم متطلبات أو مطالب وآمال وطموحات الشعب السوداني التي تتمثل
في قوى الحرية والتغيير، وحددت ما هي المطالب على وجه التحديد، ففي الغالب هيكون هذا هو التوجه. سمعنا اليوم أن المجلس العسكري لا يقبل إلا بعدد متساوي من المدنيين والعسكريين. ألا أعتقد أن هذا في تقديري الشخصي أن هذا خطأ، يعني أو لم يكن موفقا فيه، لأن المجتمع الدولي زائد الشعب نفسه بيتكلم عن حكومة مدنية، بيتكلم عن سلطة مدنية، وإمكانية أن يكون في السلطة في الجهاز الرئاسي أو السيادي 8 مدنيين مثلا أو 7 عسكريين أو 9 مدنيين و6 عسكريين أيا كانت النسبة. أعتقد هذا هو ما يجب أن يكون، ويجب أن يكون أيضا في إطار وثيقة أو إعلان دستوري، لأن نحن الآن أمام فراغ دستوري بعدما تم إلغاء دستور 2005. فالوضع في السودان الآن وضع فيه كثير من السيولة ولا يستند إلى أوضاع دستورية متفق عليها. هذا الوضع الذي يعني استعين بوصف حضرتك فيه الكثير من السيولة، هل في رأيك أنه ممكن ينعكس على الحالة، على الأجواء في السودان؟ هل ممكن يكون في ما هو أكثر من المشهد الحالي؟ هذا الفراغ هل ممكن أنه يجعل بين هذا المجتمع ثغرات كثيرة؟ هناك طبعا من يستثمرها لصالحه وصالح أجندته؟ أخشى ما أخشى أن قوى الحرية والتغيير يحدث داخلها انقسامات وصراعات على السلطة، ربما لتباين بعض التوجهات بين مجموعات وأخرى. أيضا المجلس العسكري ليس هناك ما يمكن أن يقال أنه على قلب رجل واحد، لأنه داخله أيضا عناصر لها رؤى مختلفة، ومن هنا ونجد الصعوبة في التوصل للاتفاق بين الجانبين باعتبار أن هذه كتلة واحدة وتلك كتلة واحدة. كل ما أمله طبعا أن تحافظ قوى الحرية والتغيير على تماسكها وتؤكد على مطالب الشعب وتعمل على تنفيذه بدعم من المجتمع الدولي. هل نتوقع أن يكون في أيضا يعني محادثات جديدة، لقاءات أخرى على طريق تنتهج مصر لإيجاد حل سريع للأحداث في السودان؟ أنا أعتقد ليس هناك بديل عن استمرار المفاوضات والمباحثات حتى يتم تغيير الأوضاع بشكل سلمي. وهناك بعض الرؤى التي تقترح أن تكون هناك وساطة ما بين الطرفين من داخل السودان أو من خارجها، لكن يتعين في هذه الحالة أن يقبل الطرفين بالوسيط المقترح. وحضرتك بترى ده أنه ممكن يكون فيه هذا القبول، هذا الاتفاق؟ أنا أعتقد ممكن هذا الاتفاق، يعني أنا بتحدث بناء على أحداث في دول أخرى. الاتفاق أصبح شيء صعب. أنا أعتقد من خلال الوساطة ممكن. أنا أعتقد في نظام موجود في العالم حاليا اسمه نظام المبعوثين الدوليين، طبعا سواء كان موجود من جانب الاتحاد الأفريقي أو من الجانب الأمريكي أو من الجانب الأوروبي، حتى المبعوث الدولي نجاحه يعني فرصه قليلة، يعني هو أفضل من لا شيء بناء أيضا على ما حدث مع أفضل من لا شيء. بس أنا أعتقد في وضع السودان هذا ممكن. هذا ممكن، متاح أنه يكون المبعوث متاح. أنا أسمع حتى كمان يقال أن في وسيط بدأ يتحرك، لكن ما يعني ليس الأمر مؤكدا يعني. وحضرتك أخيرا تقديراتك للموقف أنه ممكن 2019 كما شهدت هذه الأحداث في السودان وهذا الفراغ الدستوري وكل ما تحدثنا عنه ممكن أيضا أن تشهد الحل، ولا ممكن نستمر لسنوات؟ تشهد الحل، لأن الاتحاد الأفريقي حدد فترة مدة شهرين من الآن، والاتحاد الأفريقي إذا لم يتم التوصل الاتفاق سيتم تعليق عضوية السودان، وهذا أمر سيصيب السودان بضرر بليغ، وعلى طرفي المعادلة السودانية أن يتفهموا أن مثل هذا الأمر سيضر بالسودان وبالشعب السوداني، ولابد أن يتم التوصل إلى اتفاق. كما ذكرت يعني تستطيع مصر بالتالي أن تلعب دورا في توصل الأطراف إلى اتفاق فيما بينهما يجسد يعني مطالب الشعب السوداني التي تتبلور في مواقف قوى الحرية والتغيير، وفي نفس الوقت يكون للمجلس العسكري أو للعسكريين دور محدد في هذا الإطار. شكرا جزيلا لحضرتك السفير الدكتور صلاح حليم نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية مساعد وزير الخارجية الأسبق. شكرا جزيلا. وأشكر حضراتكم على المتابعة، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، وتصبحوا على خير.